عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الميزان وتوقعات 2021، سنة السحر القوي، السحر الرائع، السحر الحلو اللي هيجي لنا خلال سنة 2021. سنة رائعة جدا جدا، على قد على فكرة ما فيها صعوبات، ولكن شخصية الميزان انت عندك كده اتعلمت حاجة، انك تكون قوي، اتعلمت انك تواجه الصعوبات بمواجهة قوية، بأرض صلبة انت تقدر تقف عليها وتواجه، فبالتالي ده هيدفعك للأمام خلال سنة 2021. سنة من الناحية الرقمية سنة السهل الممتنع، من ناحية التوقعات برضو فيها بعض الصعوبات شوية، ولكن عندنا كتير جدا جدا من الإيجابية. يمكن صعوباتنا قليلة، أو الأشياء التقيلة علينا هي اللي يمكن تكون قليلة عن الإيجابيات. سنة الإيجابيات سنة سحر رائع جدا جدا، هتمارس نوعا ما من الانفراد الحلو جدا جدا اللي كتير يعني من الآخر كده برج الميزان انت داخل التاريخ خلال السنة دي. برج الميزان من خلال بداية السنة، بدايتها هقول لكم وما نتخضش فيها صعوبات، البداية عندنا تقيلة حبتين، ولكن انت هتواجهها، ده اللي انا اتكلمت فيه، انك هتكون شخص قوي جدا عشان بدأ السنة بتحدي. التحدي ده ليه علاقة بامور عاطفية، ليه علاقة بامور عائلية، ليه علاقة بانك عايز تنفرد على الاخرين اللي وقفوا قدامك، او ان هما كانوا بيتمنوك انك تقع، او منتظرين انخفاضك او وقوعك او سقوطك يعني. فهيكون عندك الربع الاولاني ده انت خلاص انت بتتميز، انت بتنفرد، ايه ده انت الشيء اللي المفروض يوقعك ده انت خدت حاجة دفعة قوية ترفعك لفوق، بالفعل ده اللي هيحصل سواء ايا كان الامر ايه. ولكن عندنا بعد كده الامور بتبدأ تتحسن جدا، عندك فرصة سفر بشكل متميز جدا، سفر ليه علاقة بالتعامل مع غير جنسيتك، مع اشخاص هم ثقافتهم غير ثقافتك، هيكون عندك ده، هتكون سعيد جدا جدا ولكن مرتبك خلال الفترة دي، الفترة دي اللي هي ايه؟ اللي هي لشهر يونيو وشهر يوليو. عندك الوقت ده هتكون مرتبك من امر معين، لكن بعدها على طول هيجي لنا انفراجات، هيجي لك تميز، هيجي لك احساس بالهيبة يا برج الميزان. برج الميزان عندك برضو على فكرة سنة 2021 هي سنة فيها زواج وفيها حب، فيها فعلا خطوة او انتقالة في الوضع العاطفي، ولكن كمان بالنسبة للناس المرتبطين عندك هيكون في انجاب طفل، يعني الطفل او النسبة بتاعته بتكون امتى؟ عندك في طفل جديد هيكون موجود، هي عندنا من شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني اقدر اقول ان الربع الاخير هيكون فيه طفل هيساعد على الاستقرار، عندك بيت الاولاد بيزيد رقم، فبالتالي ده هيخلينا ان احنا بنقول ان هيكون فيه طفل جديد. هيكون كمان عندك وقت حلو جدا جدا لتجديد رومانسيتك وتجديد الاجواء العاطفية بالنسبة لك من شهر مارس، هيكون عندك ده. وعلى فكرة انا شايفة ان شهر مارس هيكون حلو جدا بسبب كتير من الاشياء، بسبب ان هيكون في حب وفي سعادة عاطفية، ولكن عندك اصدقاء مميزين، هيكون عندك لقاءات اجتماعية حلوة، هيكون عندك تبادل زيارات، وانت عاشق للوضع الاجتماعي اللي من النوعية دي، فبالتالي ده هيساعدك كتير، وبالفعل عندك زملاء هيساعدوك ويخلوك انك تنتقل انتقالة متميزة وقوية جدا جدا في الامور الحياتية بتاعتك او الامور المهنية، هيدولك ثقة اكتر، هيخلوك ان انت مش بتعاني من الاحراج، لا بالتالي انت هتكون منفتح اكتر. انا عايز اقول حاجة بموضوع الاحراج لبرج الميزان، برج الميزان يمكن انت عندك كنت محرج من امور كتير، وفي اشياء لو حصلت انت تاخدها كده باحراج كده وتبقى مضغوط كده او تعبان، لكن هيجي في سنة 2020 تحس ان احنا ايه يعني اللي حصل الدنيا مالها، هنحس ان احنا واخدين الموضوع بجرأة زيادة. وانا كشخصيتي يمكن انا عشان انا كنت للناس اللي ما تعرفش كنت بمثل مسرح، فبالتالي عندي موضوع الجرأة ده، فهنلاقي ان احنا بالنسبة لنا حاسين بالجرأة وبنتعامل هنا وبنروح وبنعمل، فهنلاقي ان الدنيا بقت ابسط واحسن، هتحبوا كتير جدا جدا جرأتكم، جرأة الايجابية، الجرأة الايجابية عشان الناس ما تفهمهاش غلط، فهيكون عندك ده. طيب برج الميزان كمان من الحاجات الحلوة والمتميزة اللي هتحصل خلال عام 2021 ان عندك في نقلة في الوضع المهني،
عندك الوضع المالي، لو هنتكلم احنا قلنا الوضع العاطفي ان عندنا استقرار وعندك حب وعندك زواج وعندك في بيبي جديد وهيحسن العلاقات. بالنسبة بس للمنفصلين هيكون في رجوع جدا، عندك من شهر سبتمبر هيكون اقوى نسبة رجوع، لكن اللي قبل كده فيهم نسب رجوع برضه بشكل مختلف. عندنا الوضع العاطفي ممكن يكون بس في ضغوط في شهر يونيو ويوليو، يمكن ده بس في خلاف لازم نخلي بالنا جدا جدا من وشهر فبراير، فلازم نخلي بالنا كتير من تعاملاتنا مع الشريك واحساسياتنا لانها متضاربه بعض الشيء في الوقت ده، لكن غير كده الوضع ايجابي. عندك بالنسبه للوضع المهني عندك في شغل او مكانه اضافيه، مكانه قويه، مكانه علميه، مكانه ثقافيه، مكانه حلوه جدا جدا هتعلي منك وفيها تقدير قيم جدا جدا ليك، هيخليك انك شخصية بارزة، شخصية قوية. عندك ان انت كنت في منافسة في الوضع المهني، ولكن انت هتتربع على عرش الوضع المهني بالنسبة لك. ممكن تمسك تكون شيء تقديري، ممكن يكون عندك فيه شيء قوي او ترقية او بقيت مدير لمكانك اللي انت فيه، فعندك ده جدا جدا. عندك انك هترقص مكان او هترقص شغلك، هتبقى قادر انك تفكر بشكل قوي في طريقة عملك ونجاحك. بالفعل بالفعل خلاصة الموضوع عندك نجاح في الوضع المهني مبهر جدا جدا، بس الوضع المادي مش المفروض انه يتأثر ايجابيا بالعمل القوي ده ونجاحك في الوضع المهني. انت عندك وضع مهني حلو، بس المشكلة انك عندك اسراف كتير او انك عندك اشغالات بشكل قوي، بالتالي انت بتصرف. يمكن غيرك لو في مكانك هيقدر يحوش ويعمل حاجات كتيرة، لكن انت مصرف. انا قدامكم ميزانية نفسي لم ايدي دي شوية، اربطولي ايدي. ففعلا احنا مصرفين بشكل فظيع جدا، لا وبالعكس هنكون مصرفين اكتر. احنا كل ما نحط نعمل كده ميزانية لنفسنا، لا 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 انا هلم ايدي شوية، تحس ان انت بتقول كده كأنك رايح تصرف زيادة، حاجة غريبة بجد. المهم ده اللي هيكون فعلا بنعاني منه خلال عام 2020 بالنسبة لنا، يعني اول شهر بالنسبة لنا يمكن الوضع المادي مش هيكون حلو، فنبدأ نقول هي ليه كده، انا كنت طمعان اني انا اكون بظبط حالي ماديا او لكن عندك من شهر فبراير هيبدا الوضع المهني، تحس لا الدنيا بتتغير معاك، فبالتالي دماغك نفسها بتختلف لامور تانية. عندك مشتريات وعندك استثمارات وعندك حاجات كتيرة انت عايز تعملها. عندك على فكرة انتقال يا برج الميزان، عندك انتقال مرحلة وانتقال سكني. يعني ايه انتقال مرحلة؟ يعني انتقال مثلا لو هنتكلم من شيء دراسي، انت انتقال من مرحلة لمرحلة، انتقال من مكانة لمكانة، انتقال من شيء لشيء. عندك في الوضع كبيت انت عندك انتقال من منزل لمنزل، فبرضو عندنا ده وربنا يستر. عامة برج الميزان في شيء تاني مهم جدا، الوضع العائلي بقى هو اللي شويه فيه حبه حاجات كده، والوضع الصحي. الوضع العائلي انت عندك حد هيكون تعبان صحيا، ولكن انت ملزم ان انت تكون بجانب الشخص ده، ويمكن هياخد منك وقت طويل ووقت كبير، ولكن من الاخر كده انت هتنول بركه الموضوع ده. يعني الخير اللي انت هتعمله هيجيلك، وهتفتكروا الكلمه اللي انا بقولها دي. وده هيكون امتى؟ ده هيكون على النص الثاني من السنه. هتلاقي ان انت الشيء الحلو اللي انت بتعمله ان انت شايل الشخص ده، ان انت بتحاول ان انت تنقذه من حاجه صحيه او تكون بجانبه، هتلاقي ان هو بيجي لك خير بسببه، هيجي لك خير. فعندك ده جدا جدا. برج الميزان كمان عندك الوضع الصحي، انت نفسك لازم تكون بتلعب رياضة او نظبط جسمنا، لان الوضع او الوزن الزيادة مش هيكون حلو عندنا على الكبد، لان ممكن يحصل دهون على الكبد تأثر معنا في حاجات تانية. لازم نخلي بالنا من المناعة، نخلي بالنا من جسمنا، والرياضة عندنا ده هيقوي كتير جدا من عضلاتنا، من عظمنا، من الاعصاب، وفيتامينات لازم ناخدها، لان انت عندك في مرونة او في ليونة في جسمنا، فاحنا عايزين لا ننشف شوية، لان بالفعل ده انت بتعاني منه بيسبب لك ارتخاء. ده فعلا بيحصل، يعني الناس اللي بتلعب رياضة هتبقى فاهمة كويس جدا جدا اللي انا بقوله. ولازم ان احنا نظبط جسمنا من خلال الفيتامينات، لان احنا برضو عشان احنا يعني الوضع الصحي مش بمأمن، بيكمل معانا مسيرة 2020 اللي انا قلت لكم فيها من بداية انها سنة الوضع الصحي مش افضل حاجة. 2021 الوضع الصحي هو الحد اول النص الاول هو الوضع الصحي بس مش تمام، لكن بعد كده لا هيكون خير بإذن الله.
الوضع كمان الامور الحياتيه بالنسبه لك. احنا اتكلمنا على الوضع العائلي ما اتكلمتش فيه بشكل مفصل. انت عندك في رجوع من بدايه السنه، في رجوع علاقات وفي تحسن علاقات وفي قرب، في قرب، ولكن ما تنخدعوش، ما بلاش نقع في الخدع، ما بلاش ان احنا نرجع ونصفى وقلبنا الطيب والحنين ما بلاش الكلام ده، لان انت هتتفاجأ ان في اشخاص عايزين يرجعوا لك عشان مصلحتهم ليس الا. فخلي بالك جدا جدا من الموضوع ده، لانه هتقابله من بداية السنة. من بدايه كمان العام هيكون معاك انتصار في حاجه، ان حد هيبقى انت قلت حاجه وهتلاقيها انها حصلت، او هتلاقيها انها نجحت، او داخل في موضوع هتلاقيه ان هو نجح. فبالتالي انت كتير من الاخر كده يقول لك ايه ده، بركاتك يا عمنا، ايه اللي انت حصل ده، انت عملت كذا كذا وفعلا حصل زي ما انت عملت ولا انت قلت. هيكون عندك ده. برج الميزان انا شايفه ان الوضع هيكون حلو، وضع ايجابي جدا. سنه السحر الرائع اللي هنمارسه على الكل اللي حوالينا، اجتماعيا عمليا كل شيء، هيكون عندنا تميزات مع بجانب بعض الصعوبات اللي ممكن احنا نوضحها في خلال النصائح، لان ما بحبش اكون تقيله من خلال التوقعات في الحاجات الصعبه، بقولها بشكل نصايح. انا بشكركم جدير، بتمنى لكم سنه ممتعه ورائعه، وبتمنى لكم ان انتم نفسكم تكونوا متميزين وقادرين على التغيير وقادرين على التحسن وعلى البهجة ان انتوا تصنعوها بداخلكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.